سورة الأنبياء آية 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، يعني تجيرهم من ربهم، فالآلهة لا تضر ولا تنفع، لا تجير ولا تمنع ما يضر ولا تمنح ما ينفع. لا يستطيعون نصر أنفسهم، هؤلاء الآلهة لا تستطيع نصر أنفسهم، ولا هم منا يصحبون. يصحبون ممكن تبقى معنى يمنعون أو يحفظون، يعني لا يحفظون من الله، بل الله يهلكهم. وممكن كلمة منا يصحبون تبقى ليها معاني كثيرة، حتى اختلف العلماء في من لها معاني كثيرة على وجوه كثيرة. ولا هم منا يصحبون يعني يمنعون من عذابنا أو من هلاكنا أو من قدرتنا. تفضل يا سيدي. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. نعم. بل متعنا هؤلاء اللي هم الكفار، يعني اللي هم اتخذوا من دون الله آلهة. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال في ورش له الوجهان، في لم طال ورش له أن يفخم ويرقق، والتفخيم أولى أو أرجح. طال الوجهان لورش، أما باقي القراء وجه واحد وهو الترقيق. حتى طال عليهم العمر، حتى طال عليهم العمر، عليهم العمر دي قراءة أبو عمرو. حتى طال عليهم العمر هيبقى حمزة. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني كلما مر الزمان كلما أخذ من أرض الكفار إلى أرض المؤمنين، فتنقص أرض الكفار وتزداد أرض المؤمنين. أولم يروا أن نأتي الأرض الكافرة ننقصها من أطرافها بانضمامها لبلاد المسلمين. وده انتشر طبعا أيام الفتوحات، أيام الفتوحات انتشر ذلك، وانتشر الإسلام حتى عم معظم أرجاء المعمور. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وليها معنى إشاري أن الإنسان برضه هو من الأرض، وكلما طال عليه عمره كلما قلت إدراكه، نظره يضعف، بعد ما كان يشوف بعيد يشوف قليل، بدل ما كان يقدر يمشي بقوة يمشي بضعف، برضه نقصت من أطرافه. ويبقى الأرض هنا والإنسان لأنه جزء منها أيضا، ففيها إشارة بضعف الإنسان كلما مر به العمر، وإيه وقلة قدرته وضعفه وعجزه في شيخوخته. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. كون هذا يحدث دل أنهم مقهورون، فهناك قاهر لهم يقهرهم، وبالتالي عليهم أن يخضعوا له. تفضل يا سيدي. قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون. قل إنما أنذركم بالوحي، يبقى إنذار الأنبياء وحيا وليس من عند أنفسهم. قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء، ولا تسمع الصم الدعاء، دي قراءة ابن عامر،
ابن عامر الشامي قرأ ايه؟ ولا تسمع الصم الدعاء، ولا تسمع الصم، هتبقى مفتوحة علشان مفعول به بقى. ده قراءة مين؟ ابن عامر الشامي. باقي القراء: ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الصم الذين لا يسمعون العظة، وليس معناه خلل في السمع ولكن خلل في الطاعة، يسمع ولا يطيع، فكأنه أصم، أصم عما ينفع عما ينفعه. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. والدعاء هنا إيه؟ النداء يعني. هيبقى طبعا المدنيان والمكي وابو عمرو والرئيس، هيبقى ايه؟ الدعاء هذا، هيبقى الهمزه الثانيه فيها تسهيل. ولا يسمع الصم الدعاء هذا ما ينذرون، هيبقى فيها التسهيل، وممكن ايه؟ التسهيل كالياء. الدعاء هذا، الدعاء هذا، يبقى فيها التسهيل مع ايه؟ او قلبها ياء في الهمزه الثانيه. اتفضل يا سيدي. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة، والنفحة هي أقل المس، يعني نفحة يعني لمحة، يعني رائحة العذاب، يعني الهواء المصاحب للعذاب اسمه نفح، مش العذاب نفسه كمان، يعني همسة من العذاب، لفحة، لفحة ونفحة بمعنى واحد. المصريين يقول لك ايه؟ انا اصابتني لفحة برد، يوم يجي له شوية زكام، لفحة، ليه نفحة؟ نفس المعنى، اللفحة والنفحة هي معنى واحد، فاهم؟ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن اللام هنا ايه؟ مرفوعة، لا يقولن، علشان ايه؟ تبين واو الجماعة المحذوفة. واو الجماعة المحذوفة هنا حذفت ليه؟ علشان ايه؟ لام التوكيد، لا يقولن، يوم يحل محل واو الجماعة يروح ضامم اللام، لا يقولن، اوعى تقول لا يقولن، لا يقولن، علشان دي جماعة، واللام تبقى مرفوعة لايه؟ لحركة مناسبة الحرف المحذوف وهو واو الجماعة. وواو الجماعة دي ليست حرفا، دي اسم حتى. واو الجماعة تعتبر اسم بالرغم انها حرف واحد واو، لكنها اسم لأنها فاعل. لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. إذا جاءهم بقى العذاب تذكروا واعترفوا بظلمهم وبعدهم عن مولاهم. اتفضل يا سيدي. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. ونضع الموازين القسط، يعني إيه؟ الموازين العادلة التي لا تظلم أحد، ليوم القيامة، أي يوم القيامة حيث الحساب للثواب والعقاب. فلا تظلموا، واللام فخمة عند ورش، فلا تظلموا، وباقي القراء فخمة رقيقة، فلا تظلم نفس شيئا، نفس مكلفة، يبقى لابد أن تكون النفس دي مكلفة. فلا تظلم نفس شيئا، يعني المكلف وهم الإنس والجن. وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني شيء ضئيل جدا، إن كان يعني هذا العمل مثقال، يعني في وزن حبة الخردل، حبة الخردل واحد على 4000 من الجرام، وقيل 6000، واحد على 6000، يعني ما تحط 6000 حبة خردل تعمل جرام، يعني حاجة ضئيلة، المصريين يقولوا عليها هبابة، يعني كده، عارف انت لما تشوف النور ماشي كده وتلاقي شوية حاجات كده ايه عاملة في النور، يعني زي الغبار كده، ده اسمه الهبابة، ده دي خردل، دي حبة خردل، دي يعني الحاجة التي لا توزن عند البشر، يزنها الله سبحانه وتعالى.
وإن كان مثقال حبة خردل أتينا به. المدنيين يروها إيه؟ كان تامة. وإن كان مثقال، المدنيان يرفعوا مثقال على إن كان هنا تامة بمعنى وجد، وإن وجد مثقال، لكن باقي القراء كان ناقصة وتبقى مثقال منصوبة خبر لكان واسمها محذوف تقدير، وإن كانت هي مثقال حبة من خردل أتينا بها، أو إن كان هو سواء العمل أو إيه أو المعصية. لو اعتبرنا المعصية تبقى هي، ولو اعتبرنا العمل مطلقا سواء معصية أو طعن هو، يبقى تقديره هو إن كان هو مثقال حبة. وإن كان مثقال، دي قراءة المدنيين، مثقال حبة من خردل، وكان هنا تبقى معنى وجد وتبقى مثقال فاعل. حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء ويعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء، فكفى به حاسب، لا يحتاج من يذكره أو من إيه يعني ينبهه سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، وضياء قراءة قنبل عن ابن كثير، ضياء ضياء دي قراءة قنبل عن ابن كثير، وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، اللي هي ايه؟ التوراة. الفرقان هنا بمعنى التوراة، وضياء، وشبه التوراة بالضياء، والضياء نور مع نار، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، مش كده قايل كده؟ يعني الضياء نور مع نار، يعني ايه؟ يعني فيه شدة، نور شديد، دل على ان التوراة كانت فيها احكام شديدة، لكن ربنا شبه القرآن ايه؟ بالنور، لانه ما فيهوش احكام شديدة، ميسر. يعني في القرآن شبهه الله بالنور، وشبه التوراة بالضياء، ليبين أن فيها أحكام شديدة. جاء القرآن وضع الله على لسان نبينا في القرآن الإصر والشدة، وجعل الدين يسر لا عسر فيه، فشبهه بالنور لذلك. فالنور هو الضوء الذي لا حرارة فيه، أما الضياء وهو النور الذي فيه نار وحرارة وشدة، فده يناسب وصف التوراة، لأن الله شدد عليهم الأحكام لسوء أدبهم معه ومع الأنبياء. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. تفضل يا سيدي. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. من هم المتقين بقى؟ الذين يخشون، كأن الذين دي الجملة اللي جاية دي كلها صفة للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب، والخشية هو خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم. يعني انت ممكن تخاف من الأسد بس ما بتعظمش الأسد، اقول انا خاف من الأسد لكن ما تقولش انا اخشى الأسد. الخشية تكون خوف مع تعظيم، إنما مطلق الخوف بس ده يبقى إيه؟ ملوش علاقة بعلاقتك بربك، لأنك أنت تخشى الله يعني تخافه مع تعظيم الله وتوقيره سبحانه وتعالى. وعلى شكل الذين يخشون ربهم بالغيب. والخشية على فكرة كمان ثلاث حاجات في بعض، خوف وتعظيم وحياء. لما تحط الحياء مع التعظيم مع الخوف في الخلاط كده وتقلبهم ببعض يطلع مشروب اسمه الخشية. روح شربه كده تلاقي الخشية كده. فهمت بقى ازاي؟ يعني داخل فيها المعاني دي كلها. علشان كده احنا نقول ايه؟ ده يخاف ما يختشيش، يعني لا يستحي. يخاف ولا يختشي يعني ايه؟ يعني لا يستحي. فالخشية جاية من هنا من الحتة دي.
في حتة الحياء. فهمت ازاي؟ الحياء، والحياء من الإيمان. عشان كده كلمة خشية دي كلمة كده تفكها تطلع ثلاث حاجات، تطلع خوف وتعظيم وتطلع حياء. فهمت؟ الذين يخشون ربهم بالغيب، بالغيب مش بالكشف، لا ده بالغيب. حد فيكم شاف ربنا؟ لا، لكن بنخافه بالغيب، لأننا رأيناه بأعيننا بأصائرنا مش بأبصارنا. فالإيمان بالغيب ثوابه عظيم، لكن لو كشف كل شيء لعجل لنا العذاب. فاهم؟ لكن الإيمان الحقيقي، عشان كده لا تتمنى الكشف. عارف لو ربنا مثلا كشف لك شفت الملائكة وشفت الجن، دي مش كرامة، ده هيقل ثوابك، هيقل ثوابك وعملك، هيقل ثوابه. ليه؟ لأنك شايف كل حاجة، وهتزداد عقوبتك، لأن إزاي تعصى بعد ما شفت؟ شفت بقى؟ يبقى لما ربنا غيب علينا هذه الأشياء يقوم يعذرنا لو عصيناه. يقول لك ما هم مش عارفين، مش شايفين. يقوم إيه؟ أما نقول له استغفر الله يغفر لنا على طول. لأن عندنا حجة، مش إحنا مش شايفين، هنعمل إيه؟ فهمت إزاي؟ لكن لما تبقى شايف وتعصى، لا تعالى بقى. ما فيش مهل. فاهم؟ فالإيمان بالغيب رحمة، ولا تتمنى الكشف. الناس أول ما يلاقوا واحد سلام واحد يقول لهم أنا شفت الملائكة يا سلام، يتلموا عليه كده. أهل الكشف بقى، ما شاء الله. الكشف في الدنيا إهانة، الكشف في الدنيا لغير الأنبياء إهانة. اعرف دي كويس، مش كرامة. ليه؟ لأن هيقل عمله، هيقل ثوابه على عمله، وهيزداد العقوبة عليه لو عصى. يبقى إهانة ولا مش إهانة؟ إهانة. لكن الجهلة متصورين الكشف كرامة، لا. وربنا كرمني من أكثر من 20 سنة كاد يكشف لي، فقلت يا ربي لا أريد كشفا، أريد أن أعبدك بالغيب حتى أموت، فصرف عني والحمد لله. وكنت في مكة الحمد لله. فما تتمناش الكشف وتبقى جاهل، خليك تبقى عالم كده، لأن ربنا أراد أننا نعبده بالغيب، ويديك ثواب على الغيب ويعذرك لو عصيته. شفت قد إيه؟ لكن لو كشف مفيش عذر والثواب أقل. تختار إيه يا عائل؟ فهمت؟ فلازم تعبد ربك بعلم مش بدروشة. فهمت يا أستاذ؟ لكن الدراويش بقى كتير. اللي يتحمل الكشف مع كمال التكليف هم الأنبياء بس، اعرف دي كويس، لعصمتهم. غير الأنبياء يخشى عليه، يخشى عليهم الفتنة. فهمت يا أستاذ؟ عشان كده ربنا من رحمته الحجاب، لأنه حجابنا عن هذا دي رحمة كبيرة بينا لا نتحملها. واضح؟ سيدنا الإمام الشعراني كتب في نفس في بعض كتبه، قال كنت أصلي الفجر وأنا ساجد سمعت تسبيح الحصى والحصير وسقف المسجد وجدران المسجد، فغشي علي أفقت بعد شهر. يعني جاله زي نوع من الغيبوبة من قدر ما تحملش، شالوه كده ما كملش الصلاة، وترمى ببيته شهر يعودوه حتى أفاق. شوف قد إيه كشف عليه حاجة بسيطة، تسبيح الإيه؟ الكائنات بس. وما لو كشف لي كل شيء بقى كان هيعمل إيه؟ يموت. حرم من العبادة شهر بكشفة صغيرة، حرم من العبادة شهر. شفت قد إيه؟ فاتوا ثواب قد إيه عبادة. شوف أنت في شهر عبدت ربك قد إيه، وصليت قد إيه، وسبحت قد إيه، وقرأت القرآن قد إيه، فاتوا ده كله عشان كشف عليه كشفة صغيرة بس، حرم قد إيه؟ شفت بقى؟ فلا تتمنى الكشف يا جاهل، فلا تتمنى الكشف إيه؟ يا جاهل. مهمة كلمة يا جاهل دي عشان تفوق شوية، لأن كثير من الناس يقول لك أنا بعبد ربنا بقى كتير ما كشفليش حاجة، ولا بشوف رؤية، ولا بشوف حاجة. ده كده أحسن، ليكمل ثوابك وتكمل كرامتك. فهمت إزاي؟ لكن الغباوة عند كثير من المريدين تمنعهم من الاستمرار في الاستقامة. ليه؟ لأنه لم يكشف له شيء، ولم يرى رؤية تبشره بشيء، فهو بيعبد للرؤية وللكشف، مش بيعبد لرب العالمين. فهمت ازاي؟ فناخد بالنا. الذين يخشون ربهم بالغيب، فشوف كلمة بالغيب دي مهمة، دي صفات مين؟ صفات المتقين يا أستاذ، مش بالكشف، مش بيخشى ربه بالكشف، لا
ده بيخشى ربه بالغيب. حط تحت الغيب دي 100 سطر علشان تعرفها كويس، لانها غابت عن كثير من الجهلة، جهلة الصوفية. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. والإشفاق بقى خوف مع حذر مع حياء مع رجاء مع حب. يا خبر أبيض، شوف فيها المعاني دي كلها. الإشفاق، مقام الإشفاق، تبتدي بقى إيه؟ ابتدت خشية، حياء وخوف وتعظيم. لما كان استمريت بالطاعة بالغيب رقك الله فأضاف إليها إيه بقى؟ الحب والرجاء والأنس. مع كل ده دخل معاه فرقاك. يبقى الخشية مقام يؤدي إلى الإشفاق، فالإشفاق مقام أعلى. وهم من الساعة مشفقون. يلا يا سيدي. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. أيوة، وهذا اللي هو القرآن بقى، ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. تؤمن تقول إيه؟ بل نحن به مؤمنون. لما تسمعها ترد على طول بل نحن به مؤمنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.